يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف على قرارات وتوصيات تتعلق بالدول التي تمت مراجعة سجلها الخاص في حقوق الإنسان. التصويت سيستمر يومين، ومن بين الدول العربية التي ستتم مراجعة سجلاتها في مجال حقوق الإنسان اليمن والسودان وسوريا. تنضم إلينا من جنيف الصحفية دينا أبي صعب. دينا، ما القرارات والتوصيات المتوقع صدورها بخصوص هذه الدول العربية الثلاث، السودان واليمن وسوريا؟ نعم، بالأخص موضوع سوريا يبدو أن التصويت على القرار الخاص بهذه الدولة تأجل إلى اليوم الأخير، يوم غد في مجلس حقوق الإنسان، نظرا لضيق الوقت اليوم. أما بقية الدول فقد نوقشت ملفاتها خلال هذه الدورة من المباحثات التي دامت منذ 24 من الشهر الماضي وتنتهي يوم غد. إذن ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المستمرة والمتلاحقة. بالنسبة لتقرير سوريا يتناول الوضع الإنساني عامة في سوريا وطبعا التصعيد في منطقة إدلب حاليا، في حين برز خلال هذه الدورة ككل من أبرز المواضيع التي نوقشت وحظيت باهتمام كل الدول والمراقبين والمتابعين هنا في جنيف، كان التحقيق الخاص بالمحققة الدولية أنيس كالامار الذي تناول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. طبعا هذا التقرير بكل ما احتواه من تفاصيل عن عملية القتل وكيفية تنفيذ هذه العملية، وإن لناحية التخطيط أو التنفيذ، يعني استدعى ردا أولا من قبل السعودية. السعودية رفضت هذا التقرير، في حين أشاد القسم الأكبر من الدول التي تابعت هذه الجلسة في حينها بمدى مصداقية هذا التقرير و عمل كالامار ككل. من الموضوعات أيضا التي طرحت بطبيعة الحال مسألة السودان، وهناك يعني متابعة من قبل مجلس حقوق الإنسان لهذا الملف، ومؤخرا يعني استجاب المجلس إلى التغييرات اعتبرها إيجابية في السودان، طبعا مع حث السودانيين على توسيع الفرصة أو إتاحة الفرصة أكثر للشارع أو للمدنيين في السودان لتسلم السلطة. بالنسبة لقضية اليمن، هي قضية اعتبرت شائكة، وقد انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي في تقريرها الذي افتتحت فيه هذه الدورة باعتبارها غابت عن ذكر مسائل أساسية من بينها اليمن. اليمن وفلسطين غابتا تماما عن هذا. هل من تفسير أو تبرير دينا؟ الدورة كذلك غابت قضايا مجموعة من القضايا عن هذا البيان الافتتاحي، منها اليمن وفلسطين وأيضا الوضع الداخلي للسعودية، الوضع الحقوقي طبعا، في حين ركزت فقط على مسألة خاشقجي لا أكثر. باشلي ركزت مثلا على مسألة فنزويلا، ولكن وجهة النظر التي طرحت فيها قضية فنزويلا اعتبرت منحازة لطرف دون آخر، باعتبار أنها لم تذكر يعني التدخل الخارجي مثلا في فنزويلا، هي استثنت هذه النقطة من الطرح. المراقبون في جنيف لمسار عمل مجلس حقوق الإنسان يعني وضعوا الكثير من الملاحظات على أداء باشلي نفسها من خلال هذا البيان. يقال هنا في جنيف، وإن من قبل المراقبين أو الدبلوماسيين، أنها انحازت للقضايا التي تستجلب تمويلا أكثر لمجلس حقوق الإنسان وربما للأمم المتحدة ككل، بمعنى أنها انحازت لقضايا يعني مدفوعة من دول أو تدعم من دول هي تعتبر من الممول الأساسي للمجلس. بالنسبة بالعودة إلى نقطة أساسية هنا، نعم، بالنسبة نعم. لملف اغتيال خاشقجي وتقرير كالامار، هي طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة مثلا أن يوسع التحقيق ويذهب إلى تحقيق
تحقيق جنائي، لا أن يكتفي فقط بالتحقيق الذي أجرته هي، ولكن حتى الآن هناك تغييب لهذا الملف من قبل الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة يقول أنه يجب عقد مجلس الأمن لاتخاذ هذا القرار لبحث هذا الموضوع من نعم. جنيف من مجلس حقوق الإنسان المعني هو أيضا جزيلا لهذا الملف. على كل هذه المعلومات الصحفية دينا أبي صعب في جنيف.